السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم شباب؟ بفيديو اليوم راح نحكي عن أفضل موقع لاختصار الروابط، بس قبل ما نبدأ بالشرح ادعمونا بلايك واشترك بالقناة إذا كنت جديد وفعل زر الجرس ويلا. طبعا رابط الموقع راح يكون بالوصف، وهلا راح نتعلم كيف راح نسجل دخول وننشأ حساب جوات الموقع. راح نضغط عليه، طبعا هاي هي واجهة الموقع مثل ما شايفين، هون أرباح الإعلانات وإجمالي المشاهدات ومتوسط التكلفة. مثل ما شايفين فيك تحط الرابط هون وتنسخه، راح تاخده من تحت من المرادف لحتى تسجل دخول أو تسجل إيميلك بهذا الموقع. راح تضغط على هون على ثلاث شخطات هدول، راح تنزل على زر الإعدادات مثل ما شايفين الملف الشخصي، هون راح تعبي معلوماتك مثل معلومات الادسنس 100% مثل ما شايفين مشان تسحب ارباحك. اذا كان عندك حساب ادسنس راح تعرف تعبي الارباح، طبعا اسمك الاول والاخير، عنوانك الاول، عنوان الثاني، المدينة او الولاية، والرمز البريدي الخاص بالبلد، رقم جوالك، بتختار طريقة السحب. طبعا هاي هي طرق السحب، الباي بال اقل شيء تسحب 10 دولار، الباير 1 دولار، الأورانج موني كمان 1 دولار، وطرق السحب ليكم موجودين كلياتهم هون. طبعا لحتى تسحب أرباحك كمان راح تضغط على 3 شخطات، تعطي طلب السحب، مثل ما شايفين هون راح تطلب السحب، راح يطلب تسجيل دخول بأحد حساباتك الباي بال أو الباير أو الأورانج موني، وأنت راح تختار أحد هاي الطرق وتسحب أرباحك. لا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة وفعل زر الجرس. والسلام عليكم.